السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثالث من الوحدة الثانية، استخدام الوسائط المتعددة. البرنامج المشترك لتعليم المهارات الرقمية للمرحلة الابتدائية العليا، الفصل الدراسي الثاني، ودرسنا هو عبارة عن إدخال التحسينات على الصور. لا تقلق وتتضايق إذا لم تكن صورك الرقمية مثالية أو بالجودة التي تريدها. يتيح لك برنامج تحرير الصور على الحاسب أو على الجوال إدخال العديد من التحسينات وتحرير وإصلاح العيوب في الصور، بما في العيون الحمراء والنقاط الداكنة. الآن في هذه الصفحة، صفحة 53، نركز على إزالة العين الحمراء وكيف نزيلها. نطبق عملي. في هذه الصورة تشوفوا العين الحمراء. طبعا العين الحمراء ساعات يجي عن طريق الفلاش، يعني لما نصور بالفلاش، خصوصا الجوالات القديمة مرة. إنزين، وأتوقع أن أمهاتكم وآباءكم يعرفوا وش أقصد بالجوالات القديمة مثل النوكيا، لما نصور ساعات يطلع لون أحمر، لون العين. فكيف نصلحها؟ راح أصلح إليكم لون العين عن طريق الجوال. أول حاجة نروح إلى تعديل، هذه تعديل، بعدين نروح إلى ضبط، هذه، بعد ذلك نروح إلى تشبع اللون، تشبع اللون، بعد ذلك عندنا هنا شريط التمرير، راح نمرن عن طريق اليسار مني. شوفوا، لاحظوا كيف اللون العين اللون الأحمر اختفى. هذا بالنسبة إلى صفحة 53، إزالة العين الحمراء. في كثير من الأحيان ستظهر لديك صور الأشخاص بعيون حمراء. يتسبب الضوء الساطع، أي فلاش، الصادر عن فلاش الكاميرا بهذه المشكلة. عند الضغط المزدوج على الصور يتم فتحها باستخدام عارض الصور الافتراضي. هذا بالنسبة إلى تقدروا أن أنتونا تصلحوا العين الحمراء عن طريق الجوال. تروحوا إلى الضبط، تشبع اللون، تقدروا تسوي تفتيح، وبكذا احنا أصلحنا العين الحمراء الموجودة في الصورة. وبذلك نسوي حفظ هنا، إذا نبغى نحفظ نحط هنا حفظ وينحفظ إلينا بكل سهولة. تحسين الصور. قد تحتوي صورك على بعض البقع الداكنة الصغيرة. وش السبب؟ بسبب وجود بعض الغبار على عدسة الكاميرا، مثلا عدسة الكاميرا ما هي نظيفة. يمكنك تعديل الصور والتخلص من هذه البقع بخطوات سهلة للغاية. لتحسين الصور راح نطبق عملي معا. على سبيل المثال عندكم هذا البرنامج، راح أحطه إليكم في صندوق الوصف. بعد ما تحملوه راح تضغطوا على ألبومز، راح تضغطون على هذه الصورة. مثلا أنت مع صاحبك أو أخوك، أنت ما تنبى صورة أخوك تطلع في الكاميرا، بس بالغلط طلعت. على سبيل المثال، for example، تروح إلى المساحة وتضلل أخوك أو صاحبك بكل سهولة، كأنه مثلا بالغلط طلع. زين، بعدين تضغط على هذه، جو، نرجع مرة ثانية نمسح، جو، خلاص صرت انت لحالك في هذه الصورة. for example، أعطيكم في الكتاب صفحة 54، صورة السماء وفيها سماء يعني شوي فيها يعني بقعة. كيف تشيل هذه البقعة؟ مثلا انزين، هذه الشجرة اللي عندنا
مثلا هذه بقعة، مثلا على سبيل المثال من التصوير ما ننباها، هذه غير مرغوب فيها، كيف نشيلها؟ بكل بساطة نروح إلى هذه المساحة، نضغط عليها، نضلل الشي اللي ما نباه، ونضغط على جو، بكل بساطة راحت. هذا البرنامج يحسن لكم الصورة، يعطيكم صورة جمالية. مثلا انتونا صورتوا بس بالغلط طلع عليكم ناس، تقدروا تمسحوهم من خلال هذا البرنامج. راح احطه اليكم زي ما قلت لكم في صندوق الوصف، وانتوا راح تستفيدون منه واجد واجد واجد. اوكي، علشان اقرب اليكم المعنى اكثر واكثر يا جماعة الخير، مثلا على سبيل المثال عندي هذه البقعة من اثر التصوير، هذا التصوير سببت الي مثلا بقعة كبيرة، فاني ابغى اتخلص منها، وحرام ان اني احذف الصورة على حساب هذه البقعة. ايش راح اسوي؟ بكل بساطة راح احرك السهم يسار، وراح اضغط على هذه المساحة، اضغط عليها زين، واحدد الصورة او البقعة اللي انا ما ابغاها، هذه البقعة انا ما ابغاها. بعد ذلك بعد ما حددت راح اضغط على جو، لاحظوا بكل بساطة النجمة الكبيرة او البقعة الكبيرة راحت الي بكل سهولة. اقدر احفظ الصورة عن طريق الضغط على بيت، هنا اضغط على بيت، قال لي do you want to give up all the الصور يعني، نضغط yes، وبكذا انحفظت الي الصورة بكل سهولة. هذا بالنسبة الى تحسين الصور صفحة 54. التدوير، يمكنك تدوير الصورة بالطريقة التي تريدها، تنباها مثلا منعوجة، تنباها فوق، تنباها يمين، تنباها يسار. لتدوير الصورة نطبق عملي مع بعض، راح اكتب هنا صورة الحبهر، نختار اي صورة انتو عاجبتنكم، مثلا هذه الصورة لقطة الشاشة، اضغط عليها كده، واضغط على امر حفظ. بعد ذلك انحفظت لي الصورة، وراح اروح لوين؟ الى الصور. الان ذهبت الى معرض الصور، اضغط على ثلاث نقاط هذه، المزيد، تدوير، اضغط على اخر امر تدوير. بعد تدوير، في كل مرة نضغط على تدوير يتم تدوير الصورة باتجاه عقارب الساعة بمقدار 90 درجة. بعد ذلك بإمكانكم حفظ المشروع، أو بإمكانكم فقط الاستفادة من هذه التجربة. القص، يمكنك إزالة أجزاء معينة من الصورة، وذلك لزيادة التركيز على عناصر أخرى فيها. لقص الصورة، دعونا نطبق عملي. لقص الصورة، اختر صورة واضغط على تحرير وإنشاء، اخترت صورة الطيور زين، ومن الإطار المنبثق اضغط تحرير أي تعديل، اسحب الأركان المناسبة لتحديد الجزء الذي تود الاحتفاظ به من الصور، مثلا أبغى صورة هذه العصفورين، ما أبغى دي اللي فوق، أبغى هذه. طيب سيتم قص الأجزاء الباقية الغامقة التي لم تحدد، راح أضغط على سيف حفظ، حفظ كصورة جديدة، راح نشوفها هنا. عندما تكون راضيا عن النتيجة أضغط حفظ لحفظ صورتك، حفظنا وخلصنا.
بالنسبة إلى التدريبات راح أحلها إليكم في فيديو ثاني. كما أتمنى مشاركة أصدقائكم في هذا الفيديو الجميل، وبعد إن أنتم تشتركوا إذا ما اشتركتوا والضغط على لايك. أحبكم واجد، باي.